يسأل ويقول: سافرت من البلد إلى بلد آخر للإغتراب، وفي يوم السفر ودعت أهلي وإخواني، ثم أتيت إلى الوالدة لكي أسلم عليها سلام الوداع، فرفضت أن أسلم عليها، وذلك لسبب لم أعرف، مع العلم أنني لا أعصيها في أي أمر كان، ولست أميل إلى جهة ثانية مثل الزوجة وغير ذلك، وإنما زعلت من نفسها. وبعد ذلك سافرت وأنا لم أرغب السفر، ولكن الساعة محددة للرحلة، فهل بتصرفي هذا قد عصيت والدتي؟ وهل علي بذلك ذنب؟ مع العلم أنني قد حاولت بجميع الطرق حتى أرضيها ولكن لم يحصل. أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. مما لا شك فيه أن رضا الوالدين والبر بهما والإحسان إليهما أمر واجب وحق على الولد لوالديه، ومن ذلك أن لا يسافر إلا برضاهما، حتى للجهاد في سبيل الله لا يسافر للجهاد في سبيل الله إلا بعد إذنهما ورضاهما، لأن حقهما مقدم بعد حق الله سبحانه وتعالى، فلا بد من إرضاء والدك. وإذا كانت لم تسمح بسفرك لبلاد الاغتراب كما ذكرت، فإنك قد عصيت بمخالفتك لها وسفرك بدون رضاها، فعليك بإرضائها وطلب المسامحة منها والإحسان إليها في المستقبل. نعم.